في هذا الفيديو راح نتكلم عن لوحة ضبط الجودة للانحراف المعياري للعينات عندما تكون عدد العينات تساوي 10 أو أكثر، الـ Standard Deviation Control Chart أو أيضا معروفة بالـ S Control Chart، واللي تستخدم بالتزامن مع لوحة ضبط الجودة للمعدل للـ X-Bar Control Chart عندما N أو عدد العينات تساوي 10 عينات أو أكثر. مثلا في الدفعة الأولى كان عندنا 10 عينات التالية، وفي الدفعة الثانية كان عندنا 10 عينات التالية، وهكذا إلى الدفعة 15. أول شيء بنوجد الانحراف المعياري لكل دفعة من standard deviation dot s sample standard deviation للمجموعة الثانية، وهكذا إلى الدفعة 15. ثم نوجد معدل الانحرافات المعيارية لجميع الدفعات اللي بنرمز له بالرمز الـ S bar. S bar إذن هي معدل الانحرافات المعيارية، لأن بيكون الخط المتوسط في اللوحة اللي هون هو معدل الانحرافات المعيارية، معدل الانحراف المعياري اللي هو القيمة 5.5. وكل قيمة على الخط هذا الأسود هي عبارة عن الانحراف المعياري لكل مجموعة. هذا المعدل الانحراف المعياري للمجموعة الأولى 2.1، الانحراف المعياري للمجموعة الثانية 7.5، وهكذا. الآن علينا نوجد الـ upper control limit والـ lower control limit. الآن طبعا الـ S bar أو الخط المركزي هذا اللي احنا حكينا عنه الـ 5.5، نيجي ل الأبر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. الأبر كنترول ليميت بيلزمنا إنه نعرف الثابت B4، وللور كنترول ليميت بيلزمنا الـ B3 عندما عدد العينات يساوي 10. إذا B3 و B4 يجب أن نوجدهم من جداول الخاصة بلوحات ضبط الجودة. بلوحات ضبط الجودة عند N تساوي 10 B3 0.2284 و B4 1.716. ناخذ القيمة هاي B3 0.284 B4 1.716. إذن الـ upper control limit عبارة عن الـ B4 هذه القيمة اللي هون مضروبة في المتوسط للانحراف المعياري، وهي ثابتة طبعا لجميع العمود. اللور كنترول ليميت عبارة عن B3 مضروبة في معدل الانحراف المعياري. إذا بتكون قيمة الأبر كنترول ليميت اللي هي 9.5 واللور كنترول ليميت اللي 1.6، وبالتالي بنكون حصلنا على لوحة الانحراف المعياري عندما عدد العينات تساوي 10. طبعا لرسم هذا المخطط بنظلل المنطقة هاي و Insert، نروح على Recommended، نختار المخطط وبنحصل عليه بشكل سريع. ممكن طبعا نضبطه ونغير الألوان لما نحصل على واحد شبيه بهذا اللي هنا. إذا بنكون شرحنا لوحة ضبط الجودة للانحراف المعياري اللي تستخدم مع لوحة ضبط الجودة للمعدل X bar عندما N تقل عن 10. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.